ومطالبهم إحسانا. سقيتان على الطريقان، سقيت الأول بر والديه، وسقيت الثاني النجاح. إذا كنت تريد نجاح فلا تقف مع الأول، إذا كنت تريد كل ما تريد منظور فيه تفكر في خلق الله. إذا الشقيقان لا يفترقان، بر الوالدين وكذلك النجاح. بر الوالد على النجاح، إذا كنت تريد النجاح في تفكر في خلق الله عليك بر الوالدين، إذا كنت تريد النجاح في الدنيا عليك بر الوالدين، إذا كنت تريد الجنة عليك بر الوالدين، إذا كنت تريد رضا الله عليكم بر الوالدين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على محبة الله غير محبة النار ولا غير النار ولا غير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الله سبحانه وتعالى أنتم من الكتاب التالي وتركتكم على الله.